السلام عليكم أعزائي المستمعين. ممكن تكون سمعت عن لعنة الفراعنة والأضرار اللي حصلت مع مرور الزمن، أو لمحت بالصدفة فيلم بيتكلم عن اللعنة والأضرار اللي سببتها، وهناخد الموضوع برؤية مختلفة ومن أكتر من زاوية، وهسيبك تحكم وتقرر بنفسك أنت حابب تصدق إيه. وقبل ما نبدأ حابب أشكر كل الناس اللي دعمتني ونصحتني، وكل اللي شاركوا الفيديو اللي فات مع أصحابهم النشطين. أكيد طبعا فهمتوني، ويلا بينا علشان ما طولش عليكم. بسم الله فلننطلق. الفراعنة حذرونا من أي حد هيعمل إزعاج للموميا، وخصوصا لو كان فرعون، هتصيبه اللعنة ومش هيعرف يهرب منها. طيب ما ثانية واحدة كده يا أبو حميد، هما الفراعنة وصلونا التحذيرات دي إزاي؟ هقولك كده على السريع علشان ما نخرجش برا الموضوع بتاعنا. الحملة الفرنسية لما جت على مصر قدر العالم شامبليون إنه يفك رموز حجر رشيد، واتفاجئنا بالتحذيرات اللي سابوها الفراعنة واللعنة اللي هتطارد أي حد يزعجهم. والغريب في رسائلهم إن اللعنة مش هتفرق ما بين الحرامي والعالم طالما عمل لهم إزعاج، وفتح مقبرة توت عنخ آمون هي الدليل اللي معانا النهاردة. ببساطة وعلشان الصورة توصل بشكل سهل وسلس، الفريق اللي كان رايح يفتح المقبرة بعد اكتشافها لقوا فيها نقش غريب مكتوب عليه تحذير خطير: سيضرب الموت بجناحيه السامين كل من يعكر صفو الملك. وطبعا كله كبر دماغه من الكلام اللي مكتوب وفتحوا المقبرة، وحصلت بعدها سلسلة حوادث غريبة ملهاش تفسير لحد الآن. عارف اللي بيدور في دماغك دلوقتي؟ إن دي مجرد حوادث ونصيبهم كده وملهاش أي علاقة باللعنة اللي بتقول عليها. احنا اتفقنا في الاول ان هعرض لك الصورة من كل الزوايا وانت اللي تحكم بنفسك. بعد ما كبروا دماغهم من التحذير اللي لقوه على المقبرة وفتحوها، بدأ عدد كبير من العمال اللي شاركوا في اكتشاف المقبرة يموتوا من غير اي سبب، وكمان بعض علماء الاثار اللي شاركوا بالرغم من التحذير اللي عرفوه. والامر ده عمل جدل كبير وساب علامات استفهام كتيرة، مش بس ما بين الناس العادية كده وخلاص، لا ده ما بين العلماء اللي مش لاقيين تفسير منطقي لسلسلة الموت المفاجئ اللي حصلت. كلنا عارفين قصة سيدنا موسى عليه السلام، وفي أدلة كتير على إن الفراعنة كانوا بيمارسوا السحر ومتمكنين منه جدا. ومش هناخد الموضوع من الجانب الديني، وهنتكلم عن التفسيرات المنطقية اللي اقتنع بيها العلماء، قالوا على الناس اللي ماتت بدون سبب والأمراض الغريبة اللي ظهرت فجأة وملهاش أي تفسير منطقي لسلسلة الموت المفاجئ ولا علاج للأمراض اللي ظهرت. إن الهواء اللي كان موجود ملوث وبيحتوي على عنصر الرادون المشع، وبعد تجارب واختبارات كتيرة على المقابر الفرعونية اللي اكتشفوها أكدت إن عنصر الرادون المشع بيتواجد في المناطق الصخرية المغلقة اللي بينتج عن تحلل غاز اليورانيوم في التربة والصخور، وعلى وجه الخصوص الصخور الجرانيتية اللي استخدمها الفراعنة في عمليات البناء لفترة كبيرة من الزمن. دلوقتي بعد ما عرفت سلسلة حوادث الموت الغريبة اللي حصلت والتفسيرات المنطقية اللي قالوها العلماء، هسيب لك انك تقرر بنفسك انت مقتنع بايه، وممكن تشارك الفيديو مع اصحابك وتعرف رأيهم في لعنة الفراعنة. انا محمد اسامة، اتمنى اشوفكم على خير في نواة جديدة باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.